عليكم السلام. سؤال بس يا شيخ، كان عندي يعني انا كنت فتره في الاول اتشتت في معرفه الطهر من الحيض، فكنت مفروض مثلا من ايام او اسبوع. نعم عفوا، ما سمعته، أعيد السؤال وفقك الله. كنت تتشكك في معرفه الطهر من الحيض. كنت تتشككين في معرفه الطهر من الحيض وبعد؟ فكنت بسيب يوم مثلا او نص يوم، يعني أنت الآن كنت تتشككين في رؤية الطهر فتحتاطي وتتركي نصف يوم، وبعدين عرفت الصواب لا إعادة عليك، بارك الله فيك، لا إعادة عليك، ودعك من الوسوسة رجاء. السلام عليكم.